طبعا فاكرين حملة 100 مليون صحة ودورها في يعني إنهاء فيروس سي وإعلان مصر خالية من فيروس سي. وزارة الصحة أطلقت حملة قومية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، وده بيعتبر امتداد للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2018 لدعم صحة المواطن، اللي من خلال يعني هذه المبادرة زي ما ذكرت حضراتكم تم الانتهاء من يعني أو إعلان صفر من حالات الإصابة بفيروس سي. خلونا نتكلم عن المبادرة الجديدة وهدفها وآلية العمل يعني من خلالها مع المواطنين، مع الدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور على حضرتك وعلى جميع المشاهدين والمستمعين. عاوزين نعرف من حضرتك في البداية كده، ليه تم التفكير في إطلاق هذا الامتداد لمبادرة 100 مليون صحة، وإيه أهداف المبادرة الجديدة؟ هو زي ما حضرتك عارف قبل كده كان في السابق نسبة انتشار فيروس سي في مصر نسبة عالية جدا. صحيح. ومن مشاكل هذا الفيروس إن في بعض المرضى المصابين بيه بيحصل لهم تليف للكبد، وهؤلاء المرضى اللي عندهم تليف في الكبد سواء من مرضى فيروس سي او فيروس بي او الامراض الاخرى، اي مريض عنده تليف في الكبد بيبقى فيه احتمال الاصابه بسرطان الكبد. نعم. عشان كده كان خطه اللجنه القوميه ان بعد علاج كل المرضى المصابين بفيروس سي نركز على المرضى اللي عندهم تليف في الكبد، هم فعلا شفيوا من فيروس سي. نعم. وما بقاش عندهم الفيروس وما بقوش ممكن ينقلوه للآخرين، لكن في نفس الوقت هناك احتمال انه يحصل وجود اورام في الكبد لهؤلاء المرضى. نعم. عشان نقدر نشخص هذه الحالات لازم نعمل تحليل وأشعة كل يعني اربع دكتور شهور. نقدر نقول ان هي مبادرة كشف مبكر صح؟ تمام، هي مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد الأولي، لكن بنعتمد حاجتين بنعملهم كل أربع شهور، هما أشعة الموجات الصوتية وتحليل لتشخيص هذا الوضع. وأي حد بيطلع عنده أي بؤرة في الكبد أو ارتفاع في هذا التحليل بنقدر نعمل له أشعة مقطعية ونعالجه بالمجان. طبعا زي ما حضرتك عارف كل الحاجات دي بتتعمل في بالمجان وفي سرية تامة. لا. وبنقدر نكفل هذا لجميع المرضى والمصريين المنتشرين في جميع محافظات المصرية. احنا في فترة علاج فيروس سي كان عندنا اكثر من 170 مركز، هذه المراكز الان بعضها مهتم بتشخيص المبكر لسرطان الكبد. أهمية التشخيص المبكر ان هو بيدينا نسبة شفاء تتجاوز 90% لو تم التشخيص في مرحلة مبكرة، أما للأسف لو لم يتم التشخيص في مرحلة مبكرة بيبقى تقريبا مفيش احتمال للشفاء. عشان كده احنا مهتمين جدا بهذه المبادرة لمصلحة يعني اخواتنا ومرضانا وابنائنا اللي كانوا مصابين بفيروس سي في السابق. تمام دكتور جمال، بعد التحية طبعا افهم من كلام حضرتك انه العلاج الخاص بسرطان الكبد او العلاجات الخاصه بسرطان الكبد يعني طبعا في خلال التشخيص المبكر دي هل بتبقى علاجات تحفظيه في الاول ولا بتقضي على المرض بالكامل؟ صباح الخير عليكي. هو طبعا احنا لو تم تشخيص سرطان الكبد بيبقى عندنا احتماليات مختلفه، كل ما بيتم التشخيص مبكر كل ما بيبقى الاحتمال في استخدام التردد الحراري او استخدام استئصال الجزء اللي فيه سرطان او العلاج بيبقى احتمال كبير جدا ان يتم الشفاء منه تماما. نعم. لكن لو لا قدر الله تم التشخيص في مرحلة متأخرة بيبقى كل الاحتمالات دي متأخرة وبيبقى ما عندناش بدائل نقدر نستخدمها لهذا المريض. نعم دكتور، يعني لو تحدثنا عن مسببات الوفاة في مصر تحديدا، يعني هي طبعا الأعمار بيد الله، لكن هنلاقي أن سرطان الكبد بيحتل المركز الثالث من أسباب الوفاة في مصر، هل في حصر لإجمالي أعداد الإصابة بهذا المرض اللعين؟
هو احنا بالنسبة لنا للأسف سرطان الكبد في خلال السنوات الماضية بقى أكثر سرطان انتشارا بين المصريين، سواء في الرجال أو في الرجال والسيدات عامة. طبعا على مستوى السيدات لوحدهم سرطان الثدي هو الأول، لكن لو اتكلمنا على المصريين عامة سرطان الكبد هو السرطان الأول فيهم، وده طبعا كان سببه النسبة العالية من انتشار فيروس سي اللي الحمد لله مصر قدرت تتغلب عليها في السابق، لكن تبعاتها لازم هتقعد مستمرة فترة، وعشان كده احنا عاملين هذا البرنامج. نعم. عدد الحالات اللي بتصاب بسرطان الكبد سنويا مرتفع، يعني اللي اخطر من كده ان لا يتم اكتشافها مبكرا، عشان كده ده هو هدف هذه المبادره. طيب يعني يا دكتور، فيروس سي مسبب رئيسي في سرطان الكبد، هل في بقى تعاون مع الشركات العالميه عشان ينتجوا ادويه لسرطان الكبد، يعني تعاون ما بين الشركات دي ومصر؟ طبعا، هو حضرتك عارفه ان احنا يعني خدنا خبره كبيره جدا في التعاون مع الشركات العالميه والمصريه في انتاج العلاجات الخاصه بفيروس سي، وده نفسه اللي بنعمله دلوقتي في علاجات الخاصه بسرطان الكبد، سواء مع الشركات العالميه والشركات المصريه لها ان شاء الله هتنتج هذه الادويه لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان احنا يبقى عندنا انتاجنا المصري اللي نقدر نعتمد عليه، السبب الثاني ان يبقى الاسعار ما هياش مرتفعه قوي، السبب الثالث ان احنا نوفره لجميع المرضى الذين يحتاجون له. نعم. دكتور جمال عصمت، عضو اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ويمكن يعني هذه المبادره مش غريبه على اللي بيحصل في مصر، لان يمكن من اليوم الاول لتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام يعني او مسؤوليه البلاد، اعلنها صراحه لا تهاون في صحه المواطن المصري، وان هي خط احمر وما كانش مجرد شعارات او يعني عبارات فضفاضه بتلعب على دغدغه المشاعر، لان شفنا ترجمه حقيقيه ليها على ارض الواقع. شفنا حمله 100 مليون صحه، يمكن لسه دكتور جمال كان بيقول من مسببات المرض الوفاه الاولى عند السيدات هي سرطان الثدي تحديدا، شفنا حملات للكشف المبكر عن امراض الثدي عند السيدات، وايضا فيروس سي، وايضا حملات خاصه ب يعني غيرها من رعايه الاطفال والنخاع الشوكي وغيرها من المبادرات اللي بتهدف في المقام الاول للحفاظ على صحه المواطن المصري، لان كل ما هيبقى عندنا مواطن مصري سليم بدنيا هنقدر ان احنا ينعكس ده على الانتاج بشكل عام، لان الف ب تخطيط زي ما احنا عارفين بيكون تحديد المخاطر والعمل على حل هذه المشاكل أو المسببات الخاصة بالمشاكل، وده اللي قدرت مصر تنجح فيه خلال الفترة الماضية.